يا ترى حكايه ال 11 بير غاز اللي مصر بتحفرهم، وايه موضوع مشروع المليار دولار في مثلث سفاجة؟ خليكم معانا علشان تعرفوا كل التفاصيل. بانكير نبض البنوك. مصر مليانة بالخير، وكل يوم أرضها وبحرها بيكشفوا عن ثروات جديدة وموارد خير بتدي ثقة إن اللي جاي أفضل. ومصر أخيراً عرفت طريق الاستثمارات المتعددة والشركات الاقتصادية الكبيرة بين الشركات المحلية والعربية والأجنبية، وبتدير ملف الاستثمار بحرفية لأول مرة في تاريخها. شركة دانا غاز، ودي شركة إماراتية ضخمة في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول، متخصصة في قطاع الطاقة، ليها استثمارات كثيرة في مصر. أعلنت من كام ساعة في مشروع ضخم هيغير خريطة إنتاج الغاز في مصر والشرق الأوسط، وهو بدء حفر 11 بير غاز جديدة في مصر خلال المدة اللي فاضلة في سنة 2023. قالت إن الأبار دي هتضيف بشكل مبدئي حوالي 80 مليار قدم مكعبة من الاحتياطات والإنتاج، بحسب كلام رئيس علاقات المستثمرين في الشركة. وحسب تأكيده، شركة دانا رصدت استثمارات بحوالي 100 مليون دولار لحفر الأبار الجديدة، وإن الشركة ليها 4 امتيازات في مصر وبتسعى لضمهم في امتياز واحد ضمن اتفاق بينتظر الموافقة عليه من قبل مجلس النواب. كمان المسؤول قال ان شركة دانا غاز اتفقت مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاز على تغيير الشروط الاقتصادية الخاصة بعملياتها في مصر، علشان يتيح ليها إمكانية استخراج الغاز من مناطق تتطلب تكلفة أكبر من المتفق عليها حاليا، وده بحسب رئيس علاقات المستثمرين في الشركة. وكمان توقع بدء عمليات الحفر في الأبار الجديدة خلال العام الجاري. وعلشان تعرف قد ايه الشركة الإماراتية ضخمة ومصرة على الاستثمار في مصر، الشركة هتدخل من 6 ل 8 حفارات جديدة لمناطق التنقيب في البحر المتوسط في السنة الحالية، وده للوصول إلى حفر 16 بئر مستهدف، ومن البحر المتوسط للجنوب في مشروع المثلث الذهبي. وطبعا فاكرين المشروع، وهو واحد من المشروعات القومية واللي الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بتنفيذه، ومن ساعتها الدولة شغالة على البنية التحتية بتاعته لأنها مكلفة جدا، ولأن المشروع مش قليل. الجديد ان المشروع على وشك البدء من خلال تحالف استرالي بيضم لاين بريدج وشركة وستك، واللي بيخطط لاستثمار 875 مليون دولار لإنشاء مصنع لحمض الفوسفوريك بالمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وده هيكون بمدينة سفاجة في محافظة البحر الأحمر. وطبعا دي البداية لمشروع ضخم هيغير شكل المنطقة في جنوب مصر. كانت معاكم هبة محمد. بانكير نبض البنوك.